السلام عليكم شباب، اليوم نكمل chapter 2 part 1 وراح نتطرق إلى life cycle cost، أي تكاليف دورة حياة المشروع وإلى مبادئ cash flow diagram. تطرقنا في المحاضرة السابقة إلى أنواع الكوست وكان من عندها الفيكس والفاريبل والكاش كوست بالإضافة إلى الريكيرينج أند نون ريكيرينج كوست. في هذا الجزء من المحاضرة رح نتطرق إلى تكاليف دورة الحياة وهي اللايف سايكل كوست، أي تكاليف دورة حياة المشروع، أي بمعنى عند إنشاء أي مشروع ابتداء من الانيشيال تايم إلى الديد تايم، واللي يتمثل باللايف سايكل تايم. وخلال هذه الفترة رح يتم إنفاق مبالغ وأموال لغرض إنجاز هذا المشروع، وتسمى هذه الفترة أو هذه التكلفة باسم اللايف سايكلين كوست، أي بمعنى من لحظة بدء إنشاء المشروع الانيشيال تايم إلى نهاية المشروع المتمثلة في الديث أوف بروجكت أو برودكت. فخلال هذه الفترة رح يتم تحديد هذا الإنفاق ويطلق عليه باسم اللايف سايكل كوستينج. الشكل التالي يوضح لنا البرودكت لايف سايكل او البروجكت لايف سايكل، ومن خلاله راح نلاحظ هنالك ستة اطوار او ستة مراحل تتمثل بالبروجكت فيز او تطلق عليها باسم البرودكت فيز. والمرحلة الاولى تبدأ بالانيشيال تايم ات ذا بيجينينج وتتمثل بتحديد الاحتياجات للمشروع او للمنتج وتطلق عليها باسم النيدز فيز. والمرحلة الثانية تتحدد بالاولويات التصميم وتعرف باسم conceptual or preliminary design phase. اما المرحلة الثالثة وهي تفاصيل التصميم او المشروع يتم وضعها وبالتالي يطلق عليها باسم detailed design phase. اما المرحلة الرابعة للفترة الزمنية للمشروع ويتمثل بانشاء او بناء المشروع، اي مرحلة الانتاج، ويطلق عليها باسم production او يطلق عليها باسم construction phase. اما المرحلة الخامسة وهي تشغيل المشروع وال إجراء عمليات الصيانة إذا تطلب الأمر. وأما المرحلة الخامسة تتمثل بالأوبريشنال يوز فيس، أي بمعنى مرحلة تشغيل المنتج أو المشروع. وفي هذه المرحلة رح يتم الإنفاق لما يتطلب من مرحلة للتشغيل والإنتاج، وأيضا صرف أيضا مبالغ ما يتعلق بالمنتنس. وأما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الديكلاين أو الريتايرمنت للمشروع وتطلق عليها باسم نهاية خدمة المشروع أو الديزاين أو التصميم. والشكل التالي وضح لنا علاقة الفيس بروجيكتس مع التوتال لايف سايكل كوست والمتمثلة بالكوميوليتيف لايف سايكل كوست كوميتد اند الكوست سبينت بالنسبة إلى أي مشروع، أي بمعنى تكاليف دورة حياة التراكمية والملزمة للمشروع مع أيضا الكيرف الآخر المتمثل باللايف سايكل كوست سبينت لغرض إنجاز مراحل المشروع. ولاحظ أنه المراحل الأولى للمشروع تبدأ ب needs definitions and conceptual design و details design، تأخذ من ال cost spent بنسب قليلة لا تصل إلى 20%. وبعد ال phase 3 رح نلاحظ أنه زيادة في نسبة الإنفاق لهذه المنتج أو لهذا ال project، وهذه النسبة تكون بشكل exponential إلى أن تصل إلى نسبة 100% عند نهاية ال phase السادس decline and retirement. أما بالنسبة إلى النوع الآخر من ال cost وهو الكوست كوميتد وهي النفقات الملزمة للمشروع والتي يتم وضعها بنسب أعلى بكثير من النفقات التي سوف يتم انفاقها. ونلاحظ أنه من الفيس رقم 1 إلى الفيس 2 تبدأ ب 20% 40% و60% ثم تزداد بشكل غير خطي أو بشكل نون لينير إلى أن تصل إلى نسبة 100% في نهاية المشروع. وبالتالي رح نشوف بأن الكوست كوميتد هي أعلى بكثير من الكوست تسبيند خلال إنجاز أو فترة عمر المشروع. أما بالنسبة إلى الكاش فلو دايجرام وهو عبارة عن مخطط التدفق النقدي وهو يمثل حركة المال between two owners، وهذه الأموال تتمثل بدلالة الكوست and revenues. ومن خلال هذا المخطط الزمني لحركة المال between two owners رح نشوف أنه مقدار هذه التدفقات وحسابها لأي مشروع هندسي، وأيضا تعتبر هي أساس للتحليل الاقتصاد الهندسي لأي مشروع.
وبالإمكان رسم مخطط التدفق النقدي من خلال X-axis الذي يمثل الوحدات الزمنية بدلالة السنوات أو الأشهر أو الوحدات المتمثلة بالنظام الربع سنوي لغرض تحديد التكاليف أو الريفينيو، ومن خلال وضع الأسهم على هذه التقسيمات، وهذه الأسهم تسمى بالVertical Arrow، وبالإمكان أن تكون إما باتجاه الأعلى أو باتجاه الأسفل، فإذا تم إضافتها نحو الأسفل أي pointing down فهذه تعني أنه هذا يمثل الكوست، أما إذا كانت pointing up فهي تعني الريفينيو أو البنفيت. ويمكن تمثيل الكاش فلو دايجرام من خلال المخطط الزمني عبر تمثيل الـ X-axis بالسنوات أو الأشهر، فعلى سبيل المثال أنه هذا الشكل يمثل لنا Time Value of Money أي قيمة المال وتحرك المال أو حركة النقدية للموني عبر السنوات المدرجة من 0 إلى 5 سنوات، ونلاحظ بأنه عند السنة 0 أي Time 0 يطلق عليه باسم Today أو Present Value، فنلاحظ الأرو المتمثل ب 100 دولار يمثل لي الريفينيو وهي إيرادات وتأخذ القيمة الموجبة، وبعد مرور بيريود أو فترة زمنية بمقدار 1 year أي في نهاية السنة الأولى راح يتم وضع أرو بمقدار 100 دولار نحو الأسفل pointing down، وهذا يشير إلى الكوست أي النفقات، وبمعنى أي القيمة تكون سالبة عند حساب total cost مثلا. وأما بالنسبة إلى نهاية السنة الثانية ففي هذا المثال نشوف أنه عندنا 100 دولار وهي تتمثل باسم ريفينيو فتكون pointing up، أما السنة نهاية السنة الثالثة فرح تكون عندي نفقات بحدود 150 دولار وبالتالي رح يكون الأرو pointing down، وفي نهاية السنة الرابعة أيضا انفاق أي بمعنى cost ورح تكون 150 دولار ويكون pointing نحو الأسفل، أما في نهاية السنة الخامسة فرح تمثل عندنا بريفينيو بمقدار 50 دولار وهذه تتمثل بقيمة موجبة نحو الأعلى. نأخذ إكزامبل بسيط لحالة الكاش فلو دايجرام واللي يمثل لنا خلاصة حركة تدفق المال عبر الزمن أي بمعنى الفلو أوف ماني أوفر تايم، وهذه تتمثل من خلال بروجكت معين، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا عندنا بروجكت معين يبدأ بتكاليف رأس المال بحدود 80,000 دولار يتم صرفها عند بداية السنة وهذا راح يتمثل بيير زيرو، وبالتالي في إمكان رسمها أو تمثيلها من خلال الكاش فلو عبر استخدام برنامج الإكسل أو بإمكان رسمها على الورق، وراح تكون بالشكل التالي، فعند السنة زيرو أي بداية السنة الأولى راح يتم إنفاق الكابيتال كوست أي قيمة تكلفة رأس المال لهذا المشروع تبلغ ب80,000 دولار وراح تكون قيمة سالبة أي تكون pointing نحو الأسفل، أما في نهاية السنة الأولى راح يكون عندنا أيضا إنفاق للأوبريشن أند مينتيننس لهذا المشروع وتتمثل ب 12,000 دولار وبالإمكان تمثيلها بأرو pointing down ورح تتمثل بالشكل التالي، في السنة الثالثة رح يكون عندنا إنفاق بحدود 12,000 دولار ولكن هنالك عندنا أيضا إنفاق إضافي هو الأوفرهول يتمثل ب 25,000 دولار رح يتم إضافته على 12,000 دولار وبالنتيجة رح يكون التوتال كوست في هذه نهاية هذه السنة رح يتمثل ب 37,000 دولار أي بمعنى هنا يتم وضع 2 arrows، الأرو الأول رح يتمثل ب 12,000 دولار والأرو الثاني هو 25,000 دولار وبالنتيجة رح يكون عندي أرو بقيمة 37,000 دولار، أما في نهاية السنة الرابعة رح يكون مقدار الكوست هو متمثل ب 12,000 دولار ويكون أرو pointing down، ونهاية السنة الخامسة أيضا رح يكون عندي 12,000 دولار وفي نهاية السنة السادسة راح نشوف عندنا هنالك ريفينيو أو بنفنت أو عائدات ترجع من هذا البروجكت تتمثل ب 10,000 دولار بينما يكون عندي أيضا بنفس الوقت هنالك صرف ونفقات للأوبريشن أند مينتيننس للتشغيل والصيانة تبلغ 12,000 دولار وراح تأخذ أروب بالاتجاه نحو الأسفل وبالتالي راح تكون محصلة النفقات عند السنة نهاية السنة السادسة تتمثل بوجود انفاق بمقدار 2,000 دولار.
والخلاصة من هذا المثال بالإمكان القول بأن الكاش فلو دايجرام يقدر يوضح لنا الجدوى الاقتصادية للنفقات والإيرادات، أي الكوست أند ريفينيوز، من خلال حركة المال أو النقد ما بين الكوست والريفينيو، أي ما بين الإنفاق والعائدات، وبالإمكان تحديد الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع إذا كان هذا المشروع profitable or non profitable، أو ممكن أن يكون acceptable or non acceptable بالنسبة إلى الانفستور، أي إلى المستثمر.